منطقة كمنطقة دير الزور بوجود خلايا داعش. حتى الآن يقومون بزرع الألغام على الطرق على بالحقول، ينصبون الفخاخ للقوات العسكرية والمنظمات العاملة في هذا المجال. فرغم هذه المعوقات وهذه الصعوبات، نحن ما زلنا مستمرين في العمل في مناطق دير الزور، ولكن الشيء الذي يعترض طريقنا ويكون عائقا أمامنا هو قلة الإمكانيات المادية. عدد الأرقام التي قمنا بإزالتها هي 23,787 لغما ومواد متفجرة. كما أسلفنا سابقا، ليست هي فقط الألغام، إنما جميع المواد المتفجرة التي تشكل خطرا على المدينة. وعدد المستفيدين من إزالة هذه الألغام هو 1,079,145 شخصا استفادوا من إزالة هذه الألغام. وإذا اعتبرنا المساحة التي قمنا بتنظيفها هي 1,681 هكتار. أنا ألاحظ أنه كانت عندنا من قبل 4 سنوات كانت عندنا ألغام هي المتفجرات ومخلفات النزاع، بقى كان محصورين يعني بشكل عام من حيث المزارع، من حيث الراعي، من حيث الطالب. إحنا بهالحالة هاي نطلب من منظمة أرامكو أنه تكثفنا العمل وتقومنا بجلسات توعية أكثر، وفي حال أنه لأنه لسه في مخلفات.